بالعراق أبطال مضحون، ضحوا بكل ما يملكون لإخوتهم وأولادهم وأجسادهم. أنا ضحيت بإبني وضحيت بأخوي وضحيت بإبن عمي وضحيت بنفسي بتر رجل وإيد لأجل الوطن. حياك الله يا بطل، والله يصبرك على ما صابك. حياك الله والله. اليوم بداية أريد أتحدث عن اسمك ومواليدك ومتى انتميت إلى المؤسسة العسكرية وفي أي وحدات خدمت. رئيس عرفاء علي حسن صغير، أحد منتسبي وزارة الدفاع جري حرب. انتميت للمؤسسة العسكرية بال 2004 شهر الرابع. تعينت بالفوج الأول بالدورة، ما كان اكو فرق وهذا بال 2004. وخذت عدة معارك ذاك الوقت. أهم المعارك اللي شاركت فيها، المواقف اللي تستذكرها في تلك الأيام الصعبة. أنا شاركت بعدة معارك وقاتلت مناطق كانت مناطق ساخنة، منطقة الدورة، منطقة هورجة، منطقة الرضوانية. يعني بذاك الوقت بال 2004 من كنا نطلع واجب كانوا ياخذونا بالطائرات، هالقد ما مناطق ساخنة. فقاتلت بالرضوانية الإرهاب والقاعدة وبهورجة. وأتذكر عنده مواقف اثنين. أحد المواقف كنت لازم واجب بسيطرة الدورة على السريع، وطبق يمسي شرطي مدني صاعد بسيارة، قال له عمو هذا الوراي كل ساعة يأشر لي يريد يقتلني. قلت له أوقف. من وقف؟ قلت له أنت ايش تشتغل؟ قال أنا شرطي بمركز أتذكر بلاط الشهداء هيك بال 2005. من وقف هذا الشرطي السيارة اللي وراه، قلت له وينه؟ قال هذا السيارة اللي وراه يأشر لك الساعة هيك يسوي لي يريد يضربني ما أعرف شنو. وقفته قلت له اطبق على صفحة انزل من السيارة. ما نزل، انزل ما نزل. المهم أنا كنت بوقتها ما مضروب يعني بعدني. فتحت الباب ونزلته من السيارة، بس نزلته بقوة يعني ما قبل ينزل. قلت له انطيني سنويتك هويتك. جيت افتش السيارة، شوف الموقف. قال له عمو لا تفتش السيارة ولا تطلب سنوية، شو اللي تريد اعطيك؟ فلوس ايش قد تريد اعطيك؟ السيارة هاي اللي اقوتها اني اسجلها باسمك واتكاتب وياك، بس اتركني. فمن عرض علي هالشي هذا انا قلت هذا لازم عنده شيء. المهم وياي بالسيطرة جنود، قلت لهم يابا هذا لا تخلوه يتحرك، خلى نادى أخابر علي الفوج. احنا كنا فوج الثاني بالدورة مقابل صف اسكانية، هي كان الآمر مالنا همين عقيد. المهم اتصلت بالفوج، الآمر قال لي أبو نور لا تركه. قلت له سيد هو يمي بالسيارة، هو والشرطي عجزته. فمن اجوا الفوج والاستخبارات خذوهم حققوا وياهم، طلع هذا أبو السيارة اللي عرض علي الفلوس وعرض علي سيارته، طلع هذا إرهابي وقاتل شرطة وجيش. ومن مفتشين السيارة لاقين يمكن بالبطانة مال السيارة ورقة بها أسماء الضباط والجنود والشرطة اللي قاتلينهم، وأكو ضباط بعدهم موجودين يداومون ويانا أسماءهم هم موجودة عنده، يعني يصف بيهم واحد واحد. هذا موقف. والموقف الثاني كنت طالع واجب بالدورة واجتنا طفلة صغيرة، احنا عمارة يمنا شقق وجوا احنا طالعين واجب، بس كانت مناطق يعني كانت ساخنة ما نقدر يعني ما تقدر تعبر الشارع. فالطفلة قالت عمو هاي ورقة دزتها امي. ما اعرف الطفلة، انا الطفلة ما اعرف. الورقة اخذتها خليتها بجيبي. من قرأت الورقة ايش كاتبة بالورقة؟ اخي العزيز اني ساكنة بهاي العمارة اللي انت واقف بيها، وبهاي العمارة إرهابية وما أقدر أقل لكم، بس أنزل أقل لكم أبلغكم يقتلوني. فأخذت الورقة ضابط الاستخبارات انطيتها إليه، قلت له سيدي هيك الشغلة وهيك، وهاي الورقة انطتني إياها طفلة. ضابط الاستخبارات أتذكر أخذ قوة وطلع على الشقة وجاب إرهابية أربعة ما أدري خمسة بذاك الوقت بال 2005، من ضمنهم كانوا هم أتذكر مصريين همين. المهم جاب الإرهابية. هاي المواقف الثنين اللي أتذكرها. ايش تتذكر من الاصابه؟ المكان احنا كنا انا على الاليات سايق، احنا اربع سواق، اثنين ينزلون بين يوم ويوم نزولنا واثنين يبقون.
فمن ضمن الاثنين الباقين أنا وياي ولد اسمه حيدر الله يرحمه استشهد. أنا كنت طالع واجب من الأربعة من 12 للستة الصبح وانسحبت. اللي يستلم واجب وراي حيدر الله يرحمه استشهد يستلم من الستة ل 12 الظهر وأنا استلم من 12 للستة العصر يعني مناوب. أنا كنت طالع من الأربعة من 12 للستة الصبح من انسحبت حيدر استلم واجب. الآمر دز علي قال لي عندنا واجب بهور رجال إن واجب قوي بعد ما أعرف. فطلعت للواجب كانت مداهمة على الإرهاب بهور رجال. كملنا الواجب وهذا ومن رجعنا انضربت عبوة بس أنا سايق انضربت عبوة صار جوا سيارة. بنفس الوقت الانفجار رأسا بترة رجلي فوق الركبة هسا عندي بترة هاي فوق الركبة وإيدي إيدي هسا هي شبه يعني موجودة لأن ما بيها مفصل. أي هذا اللي صار بي بالانفجار. فقدت الوعي بساعية شنو اللي يعني لحظة الإصابة شنو اللي فكرت فيه أطفالك زوجتك عائلتك؟ ما فكرت أثناء الانفجار. أثناء الانفجار ما حسيت بنفسي وين رحت وين جيت ما أدري. وبقيت فاقد الوعي يمكن حوالي 6 أيام ما أدري. من صحيت وشفت رجلك مبتورة شنو كانت ردة فعلك؟ أني من صحيت والدي وأخوتي يمي أسمع صوتهم بس الصوت يعني ما أشوفهم لأنه كان وجههم مرم وعيونه مسدودة ما أدري بنفسي بس أسمع صوتهم والصوت عندي بالحلم يعني كأنما أني مو كأنما حلم عندي بس أسمع صوتهم. أسمع أخوي يقول للوالدي يقول له لا تقول له رجلة مبتورة خاف يقعد يصحى لا تقول له رجلة مبتورة بس تقول له رجلة مبتورة يجوز ينقهر ويصعد عنده الضغط ويموت. أي فأنا سويت أنا طبعاً بس الصوت أسمع. أي أخوي اسمه أبو سام كريم هسه كاتب بمدرسة قلت له كريم قال ها قلت له رجلي مبتورة قال إيه قلت له ما يخالف وذان بترة رجلي خلت انبتر رجلي. المهم أنا سجلت موقف ما لك شغل برجلي أنت هسه مو تقول لهم لا تقولوا له رجلك مبتورة لا أنا أدرب برجلي مبتورة وأنا هسه ما عندي شيء مرتاح يعني خلت انبتر رجلي لأن إحنا راحوا لنا شهداء ثلاثة يعني اللي تروح رجله مو مثل ما يروح أخوه لو ابنه لأنه صارت عندنا مواقف أقوى من هاي وأنا رجلي من راحت أنا سجلت موقف هسه للعراق سجلت موقف هذا ابني يتذكره بعد ويتباهى بي. أنت انطيت ابنك وأخوك وابن عمك ممكن تتحدث لنا بموجز بسيط عن الأحداث اللي مروا بيها واللي مريتوا بيها كعائلة بصورة عامة؟ والله أنا بالنسبة لابني بتاريخ 9/4 تاريخ 9/4 بيوم السقوط 9/4/2003 من دخلوا الأمريكان صارت اشتباكات بين الحزب وبين الأمريكان وبين هاي فانضرب وأنا عندي ابني عمره 6 سنوات واستشهد. هذا موقف. الموقف الثاني أخوي بال 2012 بمدينة الصدر يم مطعم جاوي هم بسيارة مفخخة هم من بالانفجار استشهد وما ندري بيه إلا خابرونا قالوا تعالوا استلموه من الثلاجة. هذا 2 وعندي ابن عمي بالموصل عسكري على الدفاع لازم واجب بالبرج وقبل يحتلون الموصل يمكن بحوالي بشهر أقل الشهر صعدوا لداعش والإرهاب يمكن فوق وذبحوه بالبرج ذبح. اي وهسه لحد الان عائلته بالايجار. المهم احنا عائله مضحيه واحنا نفتخر بتضحياتنا لان هذا وسام شرف لنا. اكيد هذا وسام شرف لكم وانا. طبعا هذه الجروح ربما لو شخص اخر كان وقفته لكن انت ما توقفت بعد الاصابه طلعت لزياره الجرحى وتبرعت بالدم. اني من انضربت ومن تعالجت وإيدي طابت ورجلي وبفضل الله وفضل وزارة الدفاع سفروني 3 مرات للخارج سفروني للأردن وسفروني للهند 3 مرات يعني 4 مرات سفروني عالجوني وزارة الدفاع. فمن يعني تعالجت واكتسبت الشفاء التام شفت يعني أنا من كنت مضروب كنت محتاج أحد يساعدني
اتمنى واحد يجيني يقول لي ايش محتاج وهذه. وكانوا يزوروني يعني جماعه، انا عندي ضباط من الفوج يجوني للبيت من الضربات يزورونا همين وشلونك وايش محتاج والعلاج يدزوا لي للبيت. فايش سويت؟ انا قاعد بعد ما عندي شغل، فبقيت مهتم بالجرحى اخوت الجرحى. طلعت ويا الرابطه، انا وياهم هم بالرابطه، طلعت وياهم للمحافظات، محافظه النجف رحت، الكربلاء رحت، رحت للمحافظه الحله، رحنا التكريت، اكو جرحى محتاجين شغلات نروح نزورهم نشوفهم وش محتاجين هذه. وش نسوي؟ نجي هنا للوزاره، يا وزاره هذا الجريح عنده هيك شغله وما يقدر يوصلكم، احنا حلقه توصل، انا بالنسبه لحلقه توصل بيني وبينه جاي نسعيلهم وجاي نشتغل لهم. واتذكر احتاجوا دم باحداث الموصل، ورحنا تبرعنا بالدم، وعندنا صوره وصوت وفيديو وثائق، تبرعنا بالدم، انا متبرع مرتين بالدم وبمصرف الدم بمدينه الطب، انا مط ايد ورجل ورحت اتبرع الاخوت الجرحى بالدم، يعني ايد ورجل ماكو وانطي دم. احسنت. اليوم عندي صور لك، اريد تحكي لي عن هذه الصوره الاولى، من وياك وين كانت؟ هاي الصورة الأولى يمكن خلي يشوفوها أخواننا المشاهدين والجرحى وزارة الدفاع. هاي الصورة إحنا قاتلنا، قلت لك قاتلنا ودافعنا ونطينا وضحينا، وهذا وسام شرف إنه. فهذا اللي واقف يمي السيد معالي وزير الدفاع المحترم، سوالنا احتفالية بالزوراء، قال أريد الجرحى يجون للزوراء بمناسبة تحرير الموصل وطرد داعش. فهاي كانت بيوم التحرير، ومن خلصنا من داعش وتحررت الموصل سوالنا احتفالية. وهذا بالصورة انت موجود يمي، انت يمكن هسه انت ما تشوف لانه فاقد البصر، هاي صورتك يم واقف بيها، وهذا السيد وزير الدفاع وذول الجرحى وهذا ابو فرح مقدام الزورائي اللي كنا نتبرع بالدم هو ويانا. هاي الصورة. الصورة الثانية اللي هي باب الشرق، هاي باب الشرجي، هاي صورة باب الشرجي بال2014 من انضربت وصارت عندي تفاقم حالة بال2014، ايدي رادوا يبتروها، فراجعت مستشفيات، راجعت دكاترة، قالوا ايدك لازم تنبتر لانه اذا الالتهاب صعد فوق، إذا يصعد بعد يعني مسافة قليلة بعد ما نقدر نسوي لك عملية، لازم تنبتر إيدك. فراجعت وانطونا موعد بمستشفى الواسطي يوم 27/10/2015، مو بال14، 2015 هي كان وقت 2015. المهم موعد بتر، وقالوا يجي ولي أمرك أكبر منك يوقع لأن هاي مسؤولية. فأنا يوم 18 بالشهر طلعت أخذت ملابسي العسكرية واخذت هذا ورحت يم وزارة الدفاع قريب على ساحة التحرير، خليت وكتبت رقم تليفوني، يا وزارة الدفاع أريدكم تشوفون الشارة لأنه إيد راح يبتروها. بس خليت ملابسي وخليت هذه، ماكو يمكن ورا نص ساعة الوزارة إجتني وإجانا أمين سر وزارة الدفاع بنفسيته وصعدني بسيارته وخلني للوزارة وقال لي شنو شغلتك ايش عندك؟ قلت له هيك، قال صار وتدلل والوزاره يمك واحنا احنا 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 اهلك، الوزاره احنا اهلك، انت من ناشدتنا احنا ما ندري بيك، بس هسه وسفرونا خلال 3 ايام، خلال 3 ايام سفرونا للخارج وعالجت ايدي للهند، والدكتور قال لي بعد 6 اشهر هم تجي، وهم راجعت الوزاره وهم دزوني، وهم قال لي بعد 6 اشهر لك عمليه، وهم راجعت الوزاره وهم دزوني 3 مرات للهند. اي والحمد لله ايده هسه زينه ايدي، بس هي شنو ما اقدر يعني اصابع ما اقدر اطبكها، ما اقدر مفصل ما بيها، بس المهم هي موجوده الحمد لله. اريد من عندك رساله لعوائل الشهداء المضحين واللي انت جزء من عندهم، وايضا لجرحانا الابطال حتى يستمرون بالعطاء ويكملون حياتهم، ولكل مقاتلينا اللي موجودين في ساحات الوغى حتى يستمرون بالدفاع عن العراق وأهله. رسالتي إلى أخواني المقاتلين من وزارة الدفاع وكل المقاتلين والقوات الأمنية
وإلى عوائل الشهداء. عوائل الشهداء إذا عندكم أي شهيد عندكم أنتم هذا وسام شرف لكم وتتباهون به، لأنه ابن الشهيد هسه بهالوقت إلى الأولوية بكل مكان. هو الرجل راح استشهد دافع عن أرضه، عن اثنين دافع، عن أرضه وعن عرضه. الأرض إذا انداست عيب علينا، لازم ننطي لو نستشهد. إحنا من رحنا نقاتل لو شهداء لو جرحى، اللي يروح يقاتل بالجبهة لو شهيد لو جريح، وإذا الله كاتب لحياة يرجع. فعوائل الشهداء شهداءكم إن شاء الله بالجنة، وأنتم لكم الأولوية وسام شرف هذا تفتخرون به. ورسالتي للمقاتلين، أهم شيء القتال، أهم شيء الدفاع عن الأرض وعن العرض، لأن إحنا ما نقبل الإرهابي يدخل يدق بابك ويقول لك وين أختك وين أمك طلعها، لأن إحنا أصحاب غيرة، إحنا العراقيين عندنا غيرة، ما نقبل واحد يمسنا ويمس شرفنا ويمس أرضنا. قتالنا إحنا على أرضنا وعلى عرضنا. فرسالة لقواتنا الأمنية إنه تقاتلون، وداعش إن شاء الله والإرهاب انتهى، وإن شاء الله الأيام الجاية والأشهر هاي والأيام والأشهر القليلة الجاية إن شاء الله تشوفون خير، وكلها مهتمة هسه بالدفاع وبالجرحى وبالشهداء. تضحيات كبيرة بحجم العراق، لأنهم أبطال العراق، ضحوا بالغالي والنفيس وما زالوا مستمرين في العطاء والتضحية، إنهم أبطال الجيش العراقي.